السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بكم. لو قدر ولن يقدر، هذا شيء مستحيل، لكن باب المثال فقط. لو قدر لأحدنا أو لأحدكم أو لك أو لك، لو قدر أنك عدت إلى 1500 سنة ماضية، رجع بك التاريخ إلى 1500 سنة تقريبا أو أقل، ثم دخلت مكة. ولما دخلت مكة دخلت في نادي قريش، أي مجلس، فإذا أبو جهل وأبو لهب وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد ابن المغيرة وأبو سفيان وأبي بن خلف وأمية بن خلف، كما يقولون كبارية قريش، مصاكة رجالات قريش، وأبو طالب وغيره. فدخلت عليهم فقلت عندي مال أريد أن أضعه في يد أمينة، فإلى من ترشدوني؟ كلهم سيشير هذا بيت محمد، اذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل صلوات ربي وسلامه عليه ما كان يعرف عندهم إلا بالصادق الأمين، أماناتهم عنده صلى الله عليه وسلم لا ينادونه إلا بالأمين. والقصة المشهورة لما أعادوا بناء الكعبة واختلفوا في وضع الحجر، وقال نحكم فينا أول داخل، فكان أن قدر الله تبارك وتعالى أن أول داخل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل البعثة، قبل أن يكون نبيا. فقالوا هذا الأمين، هذا الأمين، فجاء وحكموه صلى الله عليه وسلم في الحجر. الأمانة كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومن أعظم العقود الأمانات، ويقول يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها، أدوا الأمانات إلى أهلها، يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى أهلها، فلا بد أن يؤدي الإنسان الأمانة إلى أهلها. لما كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكان مفتاح الكعبة عند بني شيبة، فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بالمفتاح، فأمر بفتح الباب، فتح الباب، أمر بتنظيف الكعبة من الداخل، لأن في الداخل كانت فيها أصنام، كانت فيها صور محرمة، صوروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو يستقسم بالأزلام، وهذا كذب على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فنظف الكعبة من الداخل ثم صلى فيها ركعتين صلى الله عليه وسلم. فلما خرج جاءه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، فقالوا له أعطنا مفتاح الكعبة، يعني اجعله عندنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة ومن بني شيبة؟ فجاءه عثمان فأعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفيه نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أدوا الأمانات إلى أهلها، فأدى الأمانة إلى أهلها وأعطى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأعطى الأمانة لعثمان، وما زال المفتاح عند بني شيبة إلى يومنا هذا. نحن الآن في 1445،
ما زال مفتاح الكعبة عند بني شيبة. هذه الأمانة التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم جعلها من صفات المؤمنين، وجعل عكسها من صفات المنافقين، فقال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذا المنافق إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فالمؤمن إذا أؤتمن لم يخن، بل يوفي الأمانة التي أسندت له بغض النظر عن هذه الأمانة. ففي حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل من القرآن والسنن، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النوم فتنزع الأمانة أو ترفع الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام الرجل النوم فترفع الأمانة من قلبه حتى يكون أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط تراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يصبح الناس لا ليس فيهم رجل أمين، حتى يقال في بني فلان رجل أمين. صوروا، في بني فلان رجل أمين، حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترفع الأمانة، الأمانة حتى يبقى أثرها مثل أثر الوقت. الوقت هو إذا احترقت اليد أو الرجل أو كذا ثم شفيت يبقى أثر، حتى إذا راح قال ما هذا، قال احترقت قبل 20 سنة أو قبل 15 سنة، المهم هذا أثر، هذا هو الوقت. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم ترفع الأمانة حتى يكون أثر مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. الآن لو أخذنا جمرة وضعناها على اليد هكذا ثم رفعناها ماذا يحدث؟ هذه البقعة التي أصابتها الجمرة تنتفخ، نفط أي انتفخ، تراه منتبرا أي مرتفعا لكن ليس فيه شيء، ماء. لو جئت أو جئت بإبرة وخستها بها خرج الماء انطفأت، كجمر دحرجته على رجلك فنفط تراه منتبرا وليس فيه شيء، أي هذا أثر الأمانة تضيع أو تكاد تضيع، حتى يصبح الناس يتبايعون يقولون وليس فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. الحمد لله ما وصلنا لهذه المرحلة، وهذه من علامات الساعة، ما وصلنا إليها، لكن علينا أن نحرص على أن لا تأتي الآن، بحيث يؤدي الواحد منا الأمانة، لأن الآن فعلا بدأت تضعف، لا شك في هذا، بدأت تضعف الأمانة عند الناس، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال للرجل ما عقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. حتى المفاهيم تنقلب عند الناس، يمدح من لا يستحق المدح، ويثنى على من لا يستحق الثناء. لماذا؟ لأجل مصالح هذه الدنيا. فالأمانة الأمانة، الإنسان يتقي الله تبارك وتعالى في هذه الأمانة، وأن يرد الأمانات إلى أهلها. ويذكرون أن رجلا اشترى أرضا من رجل، ثم لما أراد أن يبنيها حفر فوجد كنزا في هذه الأرض، ولشدة أمانته دعا الرجل الذي اشترى منه الأرض قال تفضل هذا لك، قال ما هذا؟ قال هذا كنز
وجدته في الأرض التي اشتريتها منك وهو لك. قال لا، أنا بعتك الأرض بما فيها، هو لك. الناس اليوم تتقاتل على هذه الأمور، وهذا يخفي وهذا كذا، لكن أن يعطيه هكذا بهذه الأريحية، هذا يقول له خذ هذا الكنز، والثاني يقول له لا هو لك. فتحاكم إلى قاض، ماذا نصنع؟ فكان حكم القاضي قال لك ولد، قال نعم، قال لك بنت، قال زوجوهما واعطيهما الكنز. فيكون هذا استفاد من الكنز وهذا استفاد من الكنز عن طريق أولادهما. هل نصل إلى هذه المرحلة؟ هل نصل إلى أن نؤدي الأمانات إلى أهلها، وأن تكون الأمانة رمزا لنا نعيشه ونمارسه في حياتنا اليومية؟ إن الأمانة لا تتوقف على هذا، الأمانة في أداء العمل، الأمانة في أداء الحقوق، الأمانة في تربية الأولاد، الأمانة في الزوجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. أمانة، أولادك أمانة، زوجتك أمانة، أمك وأبوك إذا كبر أمانة، عملك أمانة. الأمانات كثيرة، لعل الله أن يعيننا ويوفقنا إلى حفظها وأدائها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.